بسم الله أبو الابن الروح القدس الإله الواحد أمين. تعالوا ناخد بقى موضوع اقتناء الحكمة، لأنه من الثمار اللي قالوا عليها الآباء تطلع بيها دايما من فترة الصيام والصلاة إنك تترقى درجة في الحكمة. خلي بالكوا الحكمة دي سلم ملوش آخر، بحر ملوش آخر، فأنت كل مدى بتطلع درجة، ودي حاجة غالية جدا. لكن دي أغلى من الشهادات على فكرة، يعني عاوز دكتوراه لو طلع درجة في الحكمة دي أغلى من الدكتوراه، لأنه أنتوا عارفين سليمان لما صهر يطلب الحكمة المسيح نفسه جعله وعجبه الطلب. فالتركيز على اقتناء الحكمة هو حكمة في ذاته، يعني أنت تبقى حكيم لو حطيت الموضوع ده في دماغك. أول مبدأ الكتاب حطه بإلحاح، وللأسف قليلين اللي بيركزوا فيه، هو رأس الحكمة مخفتر، مفتاح الحكمة، بداية الحكمة، تاج الحكمة. يعني أول ما تسمع كلمة حكمة مفروض أول حاجة تيجي في دماغك خوف ربنا، لأن هي دي البداية. لو دي مش موجودة يبقى ما تقوليش إنك حكيم. يعني ما لاقي شمامسة، سوري يعني ما تزعلوش من النقد، قاعدين يضحكوا جوه الهيكل، عندهمش خوف ربنا، ده أشطب عليه، ده ما أخطيت، ده مش حكيم خالص. ده لو عمل إيه في حياته كويس، إذا كان بيضحك في الهيكل مش حاسس برهبة المكان، إذا كان واحد مش خايف يغلط، ما عندوش خوف إنه يغلط، يبقى أكيد ده ما تعشمش فيه. فهنا الخوف بداية الحكم، دي قاعدة مهمة أوي. بصوا مثلا يتقال ايه في سيراخ يشوع ابن سيراخ، رأس الحكمة مخافة الله، دي متقالة كمان عند سليمان، انها تولدت في الرحم مع المؤمنين، جعلت عشها بين الناس مدى الدهر، وستسلم نفسها الى ذريتهم. يعني ايه؟ اللي بيخاف ربنا هيورث الحكمة، هينقل ده للي بعده كمان لمجرد بيخاف ربنا. سيراخ 11 يقول حكمة الوضيع ترفع رأسه، يعني يبقى فقير جدا وحكيم رأسه تترف. وكلنا عارفين ان في من الفقراء ناس حكمة جدا، بس ربنا سايبهم في حال صعب، لكن من ناحية الحكمة لا أحكم مننا بكثير، وبيفكروا أحسن مننا كمان. مرة كمان يقول الأمثال، أنا مجمع شوية آيات بس هشوريكوا قد إيه الكتاب بيلح على المبدأ ده، بدء الحكمة مخافة الرب، the beginning of wisdom، دي بداية الحكمة، عشان كده كلمة رأس أو بدء نفس المعنى، ومعرفة القدوس فهم. فسفر الحكمة يقول الحكمة هي التي خلصت كل من أرضاك يا رب منذ البدء، يبقى الحكمة دي اللي هتخلص الإنسان، لأن الحكيم مش هيغلط والحكيم هيعمل اللي ربنا عاوزه. افتكروا الكلمتين دول، الحكيم مش هيغلط والحكيم هيعمل بالظبط اللي ربنا عاوزه. ده ملخص فكرة الحكمة النازلة من فوق. جميع أعمال الرب من البدء قدرها بحكمة، ومنذ إنشائها ميز أجزاءها، يعني ربنا عامل كل حاجة بحكمة، عشان كده نقول ما أبعد أحكامك عن الفحص. برضو يتقال تاج الحكمة، the crown of the wise، the riches، تاج الحكماء غناهم، تقدم الجهال حماقة، يبقى برضو الحكمة ليها تاج في الآخر. يقولها ساعات أصل الحكمة، لمن انكشف أصل الحكمة، أصل هنا الترجمة روت، جدر الحكمة، فكأن الحكمة دي زرعة كبيرة، شجرة كبيرة، جدرها خوف ربنا، فاللي عنده خوف ربنا يبقى ماشي في سكة حكمة سليمة. أصل الحكمة مخافة الرب وفروعها طول الأيام. طب الخوف ده يبان إزاي؟ أنا هدي لها برضو كم تطبيق عشان ما يبقاش معنى مجرد كده. أول علامة للخوف المقدس إنك فاكر كويس يوم ما هتمشي من الدنيا، اليوم ده مدرسة حكمة، صدقوني كونك حاطط يوم خرجتك، ربنا يدي العمر، قدام عينيك تبقى حكيم. ليه؟
الناس هتعيط عليك شوية وهتروح تاكل وعلى تاني يوم هيضحكوا، وده ما يضايقكش لو بتحبهم يعني. لكن هيبدأ بقى ايه، حياة بلا نهاية حددتها في الكام سنة اللي عشتهم، أبدية بقى. فهتفاجأ ان كل غلطة بقت ضخمة جدا قدام عينيك. ازاي عملت كده؟ ازاي ما توبتش؟ ازاي ما قاومتش؟ هتكتشف اللي ما كنتش راضي تشوف. فالخوف من اليوم ده، ده خوف مقدس، ده حكمة على طول. يعني لو الغني الغبي عمل حساب اليوم ده ما كانش غبي، وكان عمل خير، لانه ما حدش مش عارف انه عمل الخير هيسعفك في اليوم ده. لكن ما ركزش في عمل الخير ليه؟ لانه غبي مش حكيم. عشان كده المسيح يقول يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرفها. ده اللي قال عليه العبد غير الحكيم، كان بداية الكلام من هو الوكيل الأمين الايه؟ الحكيم. فقال بقى يا ويل اللي مش حكيم، عشان يوم ما يجي سيده في معاد مش متوقعه لأنه مش حكيم، هيبقى نصيبه وحش مع الخائنين. تذكر يوم الدينونة أحبائي هو فعلا بيطلع قديسين. عشان كده كنيستنا مش متشائمة لما حاطت في صلاة النوم وفي صلاة نص الليل ذكر الموت، اللي أن تطلق عبدك بسلام كل ليلة تقولها. تقولها ويريد كذا مرة كمان، ليخليك حكيم. ما هيجي اليوم اللي هتبقى فعلا تطلق عبدك. طب ما لو انت عامل حساب اليوم ده، يبقى الاكل والشرب ما فرقش، واللبس والفلوس ما فرقتش، واللقب والمركز ما فرقش، وكل الهري اللي كنت بتهريه ما كانش له معنى. هيفضل ايه؟ شوية بقى الصلاة وخدمة الناس وعمل الخير والحب الحقيقي، ده اللي هيفضل. ما احنا عارفينها فاهمينها. يبقى لو انت عاوز تبقى حكيم ما تنساش ابدا اليوم ده. احترزوا لانفسكم لئلا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياه فيصادفكم ذلك اليوم بغته. يعني ازاي يجي لك اليوم ده بغته وانت عارف انه ما بيديش معاد، وانت ياما ودعت ناس، انت مستغرب لانه يجي لك الدور في اي وقت. وده ما يضايقكش قد ما يخليك منتبه، يخليك حكيم، يخليك مرتب نفسك على اليوم ده بحكمة. يعني أنا بتكلم عن خوف ربنا بريزنتت إزاي، يطلع إزاي في حياتنا. أول حاجة أن اليوم ده شغلك، تبقى بتخاف ربنا فبقيت حكيم. تاني حاجة، خوف ربنا يبان جدا في الخشوع في الصلاة. انا بستغرب الناس بتناقش نصلي واقفين ولا نقعد، طب ينفع ننام؟ ما يا جماعه ينفع اي حاجه ربنا طيب، بس هو انت لو بتخاف ربنا في اسئله مش هتسالها. انت هتخصب نفسك على السجود وعلى الوقفه المحترمه، وتتحاشى انك يعني في مخدعك وقدام المذبح انك تبقى مش مركز، لانه ما يصحش ده ربنا. فالخشوع حالة الصلاة تقول انت بتخاف ربنا ولا لا، تقول حكيم ولا لا. الموضوع ده بيفرق جدا، وده اللي بيتنقل للجيل الجديد. في شباب سابوا الكنايس لان ما لقوش خشوع في العبادة، فحسوا انها تمثيلية، ما لقوش احساس الرهبة ان في ربنا في المكان ده. فهو مش هيجبر نفسه ليه، لكن لو طفل او شاب كان بيصلي وحاسس ان الناس دي كلها واقفة زي العساكر قدام ربنا، هيتربى على احساس يخليه يحب المكان ده ويكبر فيه. صح، ابونا ابراهيم لما يصلي شرعت اكلم المولى وانا تراب ورماد. ده خشوع، ده واحد بيخاف ربنا، ده صديق ربنا، ده اكتر واحد قريب ليه. لكن خوف ربنا جواه طبعا، ويعني معنى انك تحب ربنا ان الخوف يروح؟ سليمان في آخر أيامه يقول لا تستعجل فمك ولا يسرع قلبك إلى نطق كلام قدام الله. الله في السماوات وأنت على الأرض، فاحسب بتقول إيه، ركز في كلامك، ما يصحش تدب كلام وأنت مش فاهم بتقول إيه. فلا تستعجل فمك، دي تبكتنا كلنا
لما نجري في الصلوات المحفوظة. ما تستعجل، فمك لكم حاجة سر. لما أنا استلمت القداس على الله يحنيح نفسه سيدنا أنبس الوانس اللي كان رئيس دير الشايب، كان اسمه أبونا رويس وهو جديد، كنت بخاف منه. وبعدين في يوم تسليم استلام الذبيحة الواحد بيبقى مشدود شوية، أول مرة هقدس، فيبقى هو واقف زي المفتش كده. فطبعا أنا بخاف منه يعني أكتر من الموضوع نفسه يعني. بعد كده بقيت بحبه قوي يعني. لكن زار حطيت البخور بسرعة واتحركت، كان في صلاة لازم أقولها، فلقيته جاي من آخر الكنيسة كده، قال لي عملت إيه؟ قلت له حطيت البخور، قال لي قلت الصلاة، قلت له بصراحة قلتها على الماشي كده، قال لي ليه أنت مش واقف قدام ربنا؟ بعد العمر ده كل مرة حط البخور بفتكر كلمة سيد، أنت مش واقف قدام ربنا؟ وانت بتعملها واجب ولا ده ربنا اللي بتكلمه؟ ده الخشوع، الرهبة دي تقعد في القلب. يبقى الطقس اساسا بيساعدنا على خشوع، لكن لما الواحد يستعجل فمه يبقى واضح ان هو ما عندوش خوف ربنا، يبقى ما عندوش حكمة. ولو الناس شايفينه حكيم يبقى حكمة هذا الزمان، قد تكون حكمة نفسانية شيطانية. خشوع الصلاة كمان يفكرنا بحاجة قالها إشعياء، كل هذه صنعتها يدي، فكانت كل هذه يعني ربنا بيعمل كل حاجة، وإلى هذا أنظر، يكون ربنا عامل كل ده. طب عينه بتروح لإيه؟ عارفين النظر إلى المتواضعات هي نفس المعنى، إلى هذا أنظر، إلى المسكين المنسحق الروح المرتعد من كلامه، اللي هي علامات خشوع كلها، علامات خوف مقدس. اللي ياخد الكلام ويخاف ويطبقه على نفسه، ده معنى انه الموضوع ماخده جد، يبقى فيه خوف مقدس. مازال موضوعنا رأس الحكمة مخافة الله. عاوز اقتني الحكمة، تعال نشتغل على اول سلمة. ايه اول سلمة؟ خوف ربنا. طب اجيبها ازاي؟ افتكر اخر يوم، نمرة 2، كل مرة تكلم ربنا خلي فيه خشوع، خلي فيه احترام للحظة دي. تالت حاجة مهمة، خوف كسر الوصية. كل وصية قالها المسيح زي وصية آدم وحواء، لما اتكسرت طلعت الحكاية جد، دخل الموت والفساد وبقت فيه مأساة. طب ده احنا عندنا وصايا كتير قوي وبنكسرها عادي والضمير ولا يتهز، ده معناه مفيش خوف. لأنه كم وصية الواحد بيكسرها؟ احنا بندين الناس والوصية بتقول لا تدينه، احنا بنتذمر والوصية بتقول اشكره، احنا بنكتئب والوصية بتقول افرحوا، احنا ممكن نكره والوصية بتقول حبوا، احنا ممكن نكسل والوصية بتقول اجتهدوا. يبقى احنا بنكسر وصايا. في بقى خوف كسر الوصية، ده خوف الحكماء. الحكيم يخاف جدا، يزعل ربنا، يعمل حاجة غلط. عشان كده كلام ربنا مع الشعب زمان اللي ما سمعش الكلام، قال لتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، قصها على أولادك، تكلم بها حين تجلس في بيتك، حين تمشي في الطريق، حين تنام، حين تقوم، اربطها علامة على يدك، لتكن عصائب بين عينيك. كل ده ليه؟ عشان تعملها في الآخر، عشان ما تنساهاش، عشان هو ده قاموسك، ده برنامجك، ده الكود بتاعك، ده الجينات الجديدة بتاعتنا، هي وصية ربنا اللي بتحكم تصرفاتك المفروض. فشوفوا قد ايه تتكلم فيها وتحفظها وتقولها وتعدها وتصحى عليها وتنام عليها، وراكش غيرها. ليه؟ لان الباقي كله هيزاد، الباقي كله هيمشي لوحده، بس الوصية ده قرارك، هتعمل اللي ربنا عاوزه ولا لا. ربنا يسوع بعد الوعظة الطويلة بتاعته قال اللي يسمع كلامي ويعمل بيه ده راجل بيبني على صخر، فهيدوم المبنى بتاعه. اللي ما بيعملش الوصية
عرف بس الوصية، عرفها بالشبه كده، يبقى ما بيخافش، ما عندوش حكمة. ده زي واحد بيبني بيت على رملة، بيت ايه اللي انت عملته؟ ما هو هيقع كده كده يعني. برضو يتقال: من ايام ابائكم حدتم عن فرائدي ولم تحفظوها، ارجعوا الي. يبقى الرجوع لربنا دايما مرتبط بحفظ الوصية. التوبة، احنا في موسم توبة. يعني ايه توبة؟ يعني ترجع تركز في اللي ربنا عاوزه واللي ربنا قاله، تعمل اللي ربنا اتكلم فيه وانت عارفه كويس. وما عملتش طبعا ربعه لسه، يعني لو انت بقى يعني امين مع نفسك هتلاقي كده. رابع نقطة في الخوف المقدس اللي هي اول سلمة في الحكمة، خوف من بعض الخطايا، طبعا من كل الخطايا، لكن من الحالات اللي تصيب الخدام والمتدينين، حالة الفتور وحالة الرياء. دول من أسوأ الحالات العامة اللي تخبط في الناس الحلوة اللي زيكم. انتوا بتحبوا ربنا وولاد الكنيسة، بس في نوعين، في حالتين كده للأسف منتشرين جدا في سوق الكنيسة. حالة الفتور اللي هي موجود بس مش متفاعل، موجود كده بس بيحضر، لكن في حاجة جوه لا، الدنيا مطفية. أو موجود عشان ياخد كلمتين حلوين، متواجد وبيخدم وبيصلي ونشيط وحافظ آياته وبتاع، بس كل ده عشان الناس تسقف أو الناس تمدحه أو الناس تحترمه أو الناس تقدره، أو المنظر شغله. الحالتين أو أسوأ من بعض. اللي يخاف من ربنا يخاف من دول، أو يخاف أوي يكون بيسرق ربنا بالتمثيلية بتاعت الطاقة، يخاف قوي انه ربنا يقول له انا انت فاتر وانا مزمع ان اتقيأك من فمي، فبيخاف منها ما يستحملهاش. طبعا الكلام عن الرياء كلكم حافظين اكتر خطية المسيح كان عدو ليه: ويل لكم ايها المرائين. دي كررت كتير قوي، فيش في الانجيل كله حد خد ويلات، خطية خدت الويل زي دي، لأنها اتقالت عشرات المرات في كلام المسيح. ومن قبل رب المجد يسوع أشعياء نطق زمان وقال: حسنا تنبأ أشعياء عنكم أنتم المرائين، الرياء هذا الشعب يكرمني بشفتي، أما قلبه فمبتعد عني بعيدا، باطلا يعبدونني. هم بيقولوا كلام الناس في الآخر. نمرة خمسة من صفات الخوف المقدس اللي يقول انك بدأت طريق الحكمة: التدقيق. اللي مش بيدقق، مش بيراقب نفسه، مش بيضبط لسانه وحواسه، لسه معرفش طريق خوف ربنا، ويبقى لسه مش حكيم. اللي بيشوف اي حاجة وبيقول اي حاجة وبيسمع اي حاجة، اللي مفوت ده لسه ما ابتداش السكة خالص. سكة تبتدي بخوف، والخوف معناه تدقيق. اسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء، لأن الأيام شريرة. فالخوف من الأيام يخليك تدقق، لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك يحكم عليك. اللسان نار يا جماعة، هو زنار قليلة أي وقود تحرق. تخيل كلمة ممكن تولع الدنيا، وإحنا عارفين المعنى ده ومجربينه. طب ما تدقق، ما انت لو حكيم ما ينفعش تطلع منك كلمة وبس. فيش حاجة اسمها ما قصدتش. طب وقلت ليه؟ كان ممكن تظبط نفسك وما تقولش. لكن قلة تدقيق يعني قلة حكمة، ومعاها قلة خوف من ربنا، لان في جهنم في النص ده، يقول يضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم. سراج الجسد هو العين، نفس الفكر. يعني ايه تشوف اي حاجة؟ يعني ايه تبص بعينيك على حاجة مش مظبوطة؟ ليه؟ مالك بغيرك، خليك في نفسك. لو انت حكيم هتدقق، هتخاف. تلاحظوا الثلاث كلمات لازقين لبعض: الحكمة، الخوف، التدقيق. مش عارف افصلهم عن بعض. الحكيم بيخاف ربنا وبيدقق، واللي بيدقق بيخاف ربنا وحكيم. تلمذة المستمر. بما ان دي سكة طويلة، الحكمة دي اقتناء المسيح نفسه، فانت عاوز تبقى حكيم الموضوع عمر. واول سلمة هي الخوف المقدس، لازم تتلمز على ناس بتخاف ربنا.
وحواليك ناس بتخاف ربنا، حواليك ناس تعمل خير كتير أكتر من العادي ومن العشور بكتير، لأنه عاملين حساب اليوم بتاعهم، دول بيخافوا ربنا. في ناس ما بتطلعش العيبة من بقها مهما حصل، دول بيخافوا ربنا. في ناس تخاف يوم في الصيام يضيع منها، دول بيخافوا ربنا. يبقى حواليك ناس بتخاف ربنا، ما تتلمس، تلمس على أبوك الروحي، على أخواتك الحلوين، على سير قديسين. حواليك ناس كتير أخدوها جد وكانوا عايشين زينا، وفي الآخر خلصت زي ما هتخلص مع الكل. عشان كده يقول يوقظ كل صباح، يوقظ لي أذنا لأسمع كالمتعلمين، يعني زي التلاميذ كده، كل يوم باخد درس جديد واشتغل عليه. سيد الرب فتح لي أذنا وأنا لم أعاند وإلى الوراء لم أرتد. يبقى الواحد عشان يقتني الحكمة يقتنع أن دي سكة طويلة عاوزة جهاد وتركيز، وعاوزة واحد يتلمز يتعلم، والدروس كتير والمدرسين كتير وبلاش، بس اللي يتعلم. قديس بولس بيقول لتيموثاوس في آخر حياته، انت حبيبي تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري. يعني انت شفت دك ربنا فرصة التلمس، فهو بيقولها له لأنه بيودعه في الرسالة دي، فبيقول له اعمل زي يا ابني، انت مشيت ورايا اعمل اللي انا كنت بعمله، الموضوع بسيط. مين شاطر يقول لي عشان نقتني الحكمة؟ انا خلصت. في 6 حاجات، ده عشان ناخد سنة أولى حكمة، بس في سنة تالتة وخمسة ومش دعوة دلوقتي. ها، هي كلها مرتبطة بخوف ربنا. خوف ربنا يبتدي، ركز، آخر يوم، يوم الدينونة. 2، خلي الصلاة مصلاة، خلي خوف ربنا في الصلاة. 3، خاف تكسر الوصية، خلي الوصية قدامك ومعاها العصاية. 4، تخاف من الفتور أو الرياء. 5، دقق في كل حاجة، كلام والنظر والتفكير وكله. آخر واحدة، خليك تلميذ على طول لإلهنا كل مجد.